بتسوي؟ انا كنت بطريقي على البيت يومها. هلا راجع بعد ما تركتنا ندفن هالمسكينه. يلا روح. في مصورة ضاربة جهة نابلس. طال الوحشة عليا. أنت معك رخصة؟ لا. وأنا يا براني خريب. تجوز؟ لا. شوف في عنا شغلة كبيرة. أنا عليا الوحش وجار. شو المطلوب؟ كلمة معاك. بغيت تصرخ. شو هالأغنية؟ جنن. هاي أغنية جزائرية علمتني إياها أمي. الله يجيل اليوم. فيش عندنا إيش يعملوا؟ زدتوا قياس زبالة على الجيش. إيش أنت بدك؟ تخوكي يعني فهميني. كون فكر حالك أبوي. ولا حدا بتدخل شو أسوي وشو ما أسويش. أخبرنا أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية. شو بدكم طيب؟ بدي أفوز ببطولة البري عندهم. فسألت الأستاذ بلطف بالعربية. يا إلهي الله أعلم شو بدي يصير فيها البنت. فرعون راح إذا كانت الشعب بقية